صور يا أحلى عالم. اليوم رح نعمل مع بعض أكل بسنان بتوفر كتير. أول شي بنحتاج شوية جزر هيك، وبنحتاج بطاطا وبازلا، بعدين بنحط فوقها السودة. كبدة الدجاج بنسلقهم وبعدين بنحطهم فوقهم شو شوفين. يلا نبلش. هلا حنحطهم على النار ونحط فوقهم مي. وهلا حطينا المي، وهلا حطينا نص كبدة، نص كيلو كبدة الدجاج، وبنتركهم ليستووا. وهلا بنحط صرف جيلاتين اللي هو هيك الباك تبعه بفوت بي يعني كيس. هلا بحط الجيلاتين بالمي وبتركه لنشوف كيف. شوفوا هلا بتعرف الجلو تبعنا هو مثله، بس مش لنحنا يعني، لو جربتوه مقرف لنا، فبنصحكم ما تجربوه. وهلا بنقطعهم هيك، نقطعهم صغار. اوكي هلا رح حط الجيلاتين مع مرق الدجاج يلي او مرق الكبده الدجاج واخلطهم مع بعض كتير منيح. بعدين بجيب يلي قطعتهم وبحطهم معهم. انا هيدي الخطوة شوي صعبة علينا فاخدتها منها. اوكي رح نخلطهم كتير منيح ونحطهم بقوالب. انتو اختاروها، فيكم تحطوها بقوالب السيليكون وهيك، وتتركوها بالبراد لمدة 4 ساعات على القليلة. اوكي هيك، ومنحطهم بالبراد لمدة 4 ساعات. هلا في طريقة تانية من غير ما تحطوا الجيلاتين، قبل ما تطفوا بدقيقة بتحطوا شوفان تغلون غلوة وحدة، وهي هي بس يسقعوا بالطعميون للبسينات. هلا ححطهم أنا بالبراد لمدة 4 ساعات. حسيتهم شوي رخوين، قمت زدتلهم أنا 2 ظرف من الجيلاتين وشوفوا كيف صاروا. هلا فيهم ياكلون البسينات وينبسطوا. Bon appétit!